بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صيد غزائر رنة بالسهم، اصابة مميتة. شوف اسقط الغزال على الفور ويصيبه، السهم يخترق الرنة. شوف كده عدى من الناحية الثانية، شوف خلاص سقط. إصابة مباشرة كده، أصاب العمود الفقري. شوف عمل له شلل. ويصيب في القلب. شوف خلاص سكتة قلبية. إصابة هنا في الرئتين. كده ملوش أي فرصة للنجاة. ويصيبه. السهم بيخترق الرنة. ويصيبه. في الرئة. شوف هنا. ويصيبه. السهم يخترقه. شوف. يعدي من الجهة الأخرى ويصيب. طبعا ندعو مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش يشارك معانا، وهنوعدكم بإذن الله تعالى الجاي هيكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله تعالى. شوف السهم يخش من القلب يطلع من الناحية التانية. سهم يخترقه. وصيب إصابة في القلب مباشرة. شوف كده، شوف الشام ينزل على القلب. شوف الكمين ويصيب. شوف السهم عدى. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.